غزة الجرح اللي في قلب كل مواطن عربي ومسلم. ما يحدث في قطاع غزة على مدار الأيام اللي فاتت يمكن يحرك الحجر أن تتحول أو يتحول قطاع غزة ب2,300,000 مواطن لسجن كبير، ونقطة أو بنك للأهداف، فيموت أو يستشهد ويتجرح يصاب بعاهات مستديمة أو يتحرق أو يفضل تحت الأنقاض أكثر من 50,000 مواطن عربي مسلم جار من فلسطين. دي حاجة تخلي الكبير قبل الصغير يتحرك. يمكن الهدنة اللي دخلت حيز التنفيذ قبل يومين أهي خففت شوية من عداد الوفيات والإصابات اللي بيشهدوا القطاع. شفنا مبادرات شعبية وشفنا أيضا مبادرات حكومية، مبادرة مشكورة لوزارة الشباب للتبرع بالدم، مبادرة أيضا مشكورة لمشيخة الأزهر بعمل قوافل مساعدات، ومبادرات من بعض المستشفيات لاستقبال المصابين والجرحى. النهاردة جاي لحضراتكم مبادرة لطيفة كده بتقول إن بلدنا فيها حلوة، فيها حاجة حلوة، ولادنا فيهم خير. أبناء مركز الباجور بمحافظة المنوفية، تحديدا قرية اسمها قرية جروان، الأطفال الصغيرين عاملين حملة للتبرع بفلوسهم من مصروفهم من حصالاتهم لكسر الحصار عن أطفال قطاع غزة. جمعوا من مصروفهم أطفال جروان بالمنوفية يتبرعون لصالح أشقائهم في غزة. أطفال وبنات ملاليم جنيهات، يعني اللي جايب 10 جنيه واللي جايب 15 جنيه، اللي موفرهم من مصروفه واللي فتح حصلته واللي كان شايل كام جنيه من فلوس الدرس او من فلوس المصروف اليومي بتاعه، وملحمه. اطفال شوف اشكالهم عامله ازاي بيجمعوا الفلوس من اجل كسر الحصار عن اطفال قطاع غزه. نتابع هذا الفيديو. ثواني ثواني ثواني، عديني كده، عديني ثواني، عديني ثواني، عديني او المشهد ده والاطفال الصغيرين والبنات دولت اللي لسه ما كملوش 12 13 سنه، بيتهيألي هو اقوى مشهد في الحرب على قطاع غزه. ده بيقول انهم مهما دفعوا ومهما صرفوا ومهما عملوا حملات دعائيه ومسلسلات وغيبوا العقول، مهما اشتروا سياسيين ولاعبي كوره ومغنيين ومشاهير في البلد بفلوسهم عشان يغيبوا القضية عن عقول وقلوب بلدنا وولادنا، يومين ثلاثة فرجة على ما يحدث في قطاع غزة، متابعة لبيانات المقاومة والأعمال البطولية اللي بيعملها أبناء وصمود الشعب الثائر في قطاع غزة، تخلي الأطفال يطلعوا بالشكل ده يتبرعوا. دول عارفين كويس إن فلسطين عربية، قدس عربية، غزة جزء وقطعة عزيزة من أرضنا. في يوم من الأيام كانت مصر وغزة قطعة واحدة، دولة واحدة، أرض واحد، تراب واحد، لحد دلوقتي دم واحد. شكرا شباب أو أطفال قرية جروان مركز الباجور محافظة المنوفية على هذه اللفتة ومشاركتهم في كسر الحصار عن أطفال قطاع غزة. 10,000 طفل للأسف في قطاع غزة، ما بين شهيد وما بين ما زال تحت الأنقاض. 60% من الجرحى من الأطفال، 75% من أطفال قطاع غزة دلوقتي بيعيشوا في ظروف لا إنسانية، بلا مأوى، بلا تعليم، بلا صحة، بلا أمن، بلا مستقبل. ده بسبب إجرام وجبروت الجيش المحتل اللي مع الأسف
بيوافقوا او بيتابعوا بيتوازى معاه صمت عربي، خزي عربي، تواطؤ ومشاركة في جريمة من المجتمع الدولي، وصمود أذهل الجميع خلى أطفال محافظة المنوفية يتحركوا عشان يتبرعوا لأهالي قطاع غزة.